تعودنا سابقا أن نقول صنع في الصين، صنع في وفي وفي، والآن وبكل فخر نستطيع أن نقول صنع في صفوة، صنع في المملكة العربية السعودية. لا شك أن الحاجة هي أم الاختراع، وأن الإبداع دائما يأتي من رحم المعاناة. توفرت كافة المعطيات عندي، فقلت لما لا أعمل هذا الجهاز السهل الممتنع، حيث أنه غير متوفر بالأسواق والحاجة ملحة له، وتطبيقات الفلين كثيرة. لدي خبرة كبيرة في أجهزة السي إن سي، والسي إن سي اختصار للجملة الإنجليزية Computer Numerical Control، وتعني التحكم الرقمي بالحاسب الآلي، وهي عبارة عن مخرطة آلية تقوم بأعمال متعددة. وجدت الحلقة المفقودة من خلال زيارتي لمعرض مشاريع التخرج بجامعة كانساس بالولايات المتحدة الأمريكية. كانت رحلة شاقة وممتعة في نفس الوقت. بدأنا بالهيكل بعدة نماذج، ومن ثم الدوائر الكهربائية والبرمجية، ومن ثم الحركة الميكانيكية. وكانت الرحلة طويلة جدا جدا، لدرجة أنه أصابني اليأس والإحباط في بعض الأحيان، إلا أن الشغف قادني للنجاح. لم أكن أعتقد أني سأصل إلى هذا المستوى المتقدم والمبهر. الجهاز متكامل وسهل الاستخدام، حلم وتحقق. وفي النهاية انتصر الشغف على اليأس. كنت أرغب بعمل شيء مشرف لوطني، أحقق فيه جزء من أهداف رؤية 2030، وأنا فخور بذلك. أتقدم بالشكر الجزيل للقائمين على لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بصفوة لرعايتهم ودعمهم المنتجين والمبدعين. صنع في صفوة.